أهلا أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى السادس، هنشوفوا نموذج للفرد الأول الدورة الثانية مادة النشاط العلمي للمستوى السادس، نموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. إذا نبدأ الأسئلة مع الأجوبة والشرح. السؤال الأول، أذكر ثلاث مصادر يمكن من خلالهم إنتاج الطاقة الكهربائية. إذا بالنسبة للمصادر، كاين ممكن عن طريق الرياح وتسمى الطاقة الريحية، عن طريق الماء وتسمى الطاقة المائية أو الطاقة الكهرومائية، وعن طريق الشمس وتسمى الطاقة الشمسية. إذا نكتب الطاقة الريحية. إذا الطاقة الريحية، كاين كذلك الطاقة المائية، الطاقة المائية، كاين الطاقة الشمسية، وكاين كذلك الطاقة المائية. إذا الطاقة المائية وكلها مصادر طبيعية. إذا الطاقة المائية. عندنا ننتقل إلى السؤال التالي، صنف الكلمات التالية حسب الجدول. كاين مكبر صوت، خلاط كهربائي، مصباح، جهاز التدفئة. ما يوفر الحرارة، ما يوفر الإضاءة، ما يوفر الصوت، ما يوفر الحركة. إذا بالنسبة لمكبر الصوت، يعني كيخرج الصوت إذا هنا يوفر ماذا؟ يوفر الصوت. إذا نكتبو ما يوفر الصوت، مكبر الصوت، يوفر الصوت، مكبر الصوت. نعم، ننتقل إلى خلاط كهربائي. إذا يعني خلاط كهربائي باش كنعملو العصير كيبقى يدور دور هذاك التفاح إلى آخره. إذا هنا يوفر ماذا؟ يوفر الحركة. إذا فهو خلاط كهربائي، إذا يوفر الحركة، خلاط كهربائي. ننتقل إلى السؤال الموالي أو الجهاز الموالي، والمصباح يوفر طبعا الإضاءة، الإضاءة. إذا المصباح يوفر الإضاءة. إذا بالنسبة لجهاز التدفئة، جهاز التدفئة يوفر ماذا؟ إذا في الجو بارد يوفر الحرارة، إذا للتدفئة. إذا جهاز التدفئة يوفر الحرارة، اللي هو كيتسمى جهاز التدفئة الشوفاج. إذا ننتقلوا السؤال الموالي. إذا السؤال الثالث، إذا لفهم اختلاف استهلاك الطاقة الكهربائية من منزل لآخر، نقترح النشاط التالي والذي يوضح مدة تشغيل كل جهاز في اليوم بكل منزل. إذا عندنا المنزل الأول والمنزل الثاني، حنا نشوفوا شكون المنزل شحال كيستهلك ديال الطاقة الكهربائية. إذا أول حاجة عندنا مثلا عندنا جهاز مثلا المنزل الأول كيستعمل المكواة، التلفاز، الغسالة، المصباح العادي. بالنسبة مثلا المكواة، الطاقة المستهلكة خلال 4 ساعات، يعني في اليوم كامل الطاقة المستهلكة ديال المكواة خلال 4 سوايع، يعني في النهار كامل، هي 1000 واط ساعة. التلفاز 10 سوايع، يعني 90 واط ساعة. بالنسبة للغسالة 3600 كيلو واط في ساعتين. إذا المصباح هادي، إذا هنايا هادوك الآلات اللي كيتشغلو النهار كامل، يعني شحال كيخدموهم الساعة وشحال كيستهلكو في هاد السوايع. إذا المنزل الثاني عندهم كيستعملو حاسوب، يعني تلفاز، مكنسة كهربائية، مصباح موفر للطاقة خلال اليوم. يعني في الحاسوب كيستعملو مدة تشغيل الجهاز ساعتين، يعني كيستهلك 350 واط ساعة. تلفاز مثلا كتستعمل 4 سوايع، كتستهلك 90 واط ساعة إلى آخره. إذا حنا نحاولو نحسبو. أولا ألف، أحسب الطاقة المستهلكة من طرف المنزل واحد بالواط ساعة ثم بالكيلو واط ساعة. إذا أول حاجة اللي خاصكم تعرفوا أن 1 كيلو واط ساعة كيساوي 1000 واط ساعة. إذا التحويل، إذا باش نجمع هادشي كامل خاصهم يكون عندهم نفس الوحدة. نمشيو للمنزل الأول. المنزل الأول غنحسبو الطاقة المستهلكة من طرف المنزل واحد بالواط ساعة ثم نحولو الواط ساعة بالكيلو واط ساعة. إذا كما قلنا 1 كيلو واط ساعة كيساوي 1000 واط ساعة. إذا نعملو الحساب. إذا غنضربو مثلا مدة التشغيل في كل طاقة، الطاقة المستهلكة بالنسبة لكل جهاز. نبداو في ثلاث أقواس. إذا عندنا 4، غنضربوها في معدة، غنضربوها. إذا نكتبو هنا بالنسبة باش يبان ليكم. إذا 4 في 1000، إذا 4 في 1000. إذا نبدأ، إذا في ثلث قوس عندنا 4 في 1000. إذا بالنسبة للجهاز الأول 4 في 1000، إذا نشدو قوس. إذا زائد، نفتحو قوس ثاني، عندنا 90 واط ساعة. إذا 90 في ماذا؟ في 10. إذا 90 في 10 حيت عندنا 10 سوايع. زائد نفتحو قوس،
عندنا بالنسبه للغساله هي كاتبين هنا بالكيلووات ساعه. اذا حنا خصنا يكون عندنا نفس الوحده خصنا نحولوها لوات ساعه. اذا باش نحولها اذا قلنا 1 كيلووات ساعه كيساوي 1000 وات ساعه، اذا 3.6000 خصني نضربها في 1000، اذا زائد 3، اذا زائد بالنسبه، اذا زائد، اذا هنا 3.6 كيلووات ساعه كتساوي 3600 وات ساعه. غنضربوها في ماذا؟ غنضربوها في ساعتين، اذا في جوج، زائد، اذا نكملوا. اذا بالنسبه للمصباح العادي، اذا عندنا شو قوس عندنا 80، اذا 80 وات ساعه، اذا 80 وات ساعه. اذا بالنسبه كما شفتوا 1000 غنضربها في 4 زائد 90 في 10، 3.6 من الكيلووات حولناها الوات، 3600 غنضربها في 2 زائد 80 غنضربها في 5، اذا نرجعوا 6 تساوي. اذا بالنسبه دابا عندو الحساب، اذا عملنا الطريقه عندو الحساب، 1000 في 4 كتساوي 4000 زائد 90 في 10 كتساوي 900 زائد 3600 في 2 كتساوي 7200 زائد 80 في 5 كتساوي 400. اذا هنا غنعملو هنايا بالنسبه كتبنا تساوي، اذا نكتبو النتيجه. اذا هنا بالنسبه النتيجه نجمعو كلشي ويعطينا بالوات ساعه. اذا غنكتبو هنايا تساوي ماذا؟ تساوي 12500. شحال هنا عندنا 12500 بالوات ساعه، بالوات ساعه. اذا هنا خصنا نحولوها، دابا حسبنا بالوات ساعه، اذا 12500 وات ساعه، خلنا نحسبوها بالوات ساعه ثم بالكيلووات ساعه. اذا عندي هنا وغنكتب تساوي شحال بالكيلووات ساعه، خصني نقسمها على ايش؟ على 1000، وغتعطيني شحال؟ غتعطيني 12.5، 12.5. اذا كتبت بالكم 12.5 كوا، اذا 12.5 كيلووات ساعة، كيلووات ساعة، 12.5 كيلووات ساعة. إذا هذه هي الطريقة، إذا باش نلقاو النتيجة، إذا كتساوي لنا 12.5. إذا كما شفتو 12500 وات ساعة حولناها لكيلووات ساعة، قسمنا على 1000 عطاتنا 12.5 كيلووات ساعة. بنفس الطريقة غنمشيو لباء ونحسبو الطاقة المستهلكة من طرف المنزل اثنان بالوات ساعة ثم بالكيلووات ساعة. بنفس الطريقة نكتبو 350 في جوج، هذا كاملين بالوات ساعة ما عندنا شي تحويل، 350 في جوج زائد 90 في 4 زائد 800 في 1 زائد 8 في 5. إذا ونحسبو النتيجة، إذا كتبنا، إذا دابا نبداو نحسبو، إذا تساوي، إذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة 350 أضربناها إذا في جوج غتعطينا، إذا شحال؟ غتعطينا 350 أضربناها في جوج غتعطينا كم؟ غتعطينا 700، غنزيدو عليها إذا 700، إذا 700 غنزيدو عليها 60 في 4 غتعطينا زائد 360 زائد 800، إذا عندنا 800 في 1 زائد 8 في 5 اللي غتعطينا 40. إذا هذه بالنسبة النتيجة. إذا غنحسبو دابا شحال كتساوي لينا، إذا غير المجموع فقط غنعملو المجموع، إذا تساوي ماذا؟ إذا عندنا تساوي، إذا غنحسبو كل شيء يعطينا 1900. إذا بالنسبة ل 1900 باش بالوات ساعة، ومن بعد غنحولوها لكيلووات. إذا قمنا بجمعنا هذا الشيء عطانا 1900 وات ساعة، إذا باش نحولوها لكيلووات ساعة نعمل تقسيم 1000 عطينا 1.9 كيلووات ساعة. إذا ننتقل إلى السؤال جيم، احسب تكلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة في اليوم لكل منزل علما أن 1 كيلووات ساعة يساوي 1.06 درهم. إذا طريقة سهلة، غناخدو العدد اللي حسبنا، يعني الطاقة المستهلكة من طرف المنزل واحد هي 12.5 كيلووات ساعة، وغنضربوها في 1.06. نفس الطريقة في المنزل اثنان، غناخد 1.9 كيلووات ساعة وغنضربها في 1.06 باش نعرف كلفة الطاقة المستهلكة خلال اليوم. إذا نكتب، إذا شخصنا، إذا 1 كيلووات، إذا هنا يساوي 1.06 درهم. إذا ناخذ النتيجة اللي حسبنا عليها الطاقة المستهلكة ونضربوها في هاد 1.06 ونحسبو النتيجة. إذا بالمنزل واحد خدينا 12.5 اللي حصلنا عليها وضربناها في 1.06 عطاتنا 13.25 درهم. إذا نمشيو لمنزل اثنان، إذا المنزل اثنان غناخدو إذا نفس الحاجة 1.06 نضربوها
هنا في الطاقة المستهلكة في المنزل اثنان هي 1.9، إذا نضربوها إذا 1.9، إذا 1.06 نضربها في 1.9، يعني الطاقة المستهلكة من طرف المنزل جوج، وعطينا تساوي، نحسب النتيجة، عطينا 2.014 درهم. إذا دابا المقارنة، نعملو الدرهم بماجيسكول، إذا الدرهم، إذا دابا أجينا قارنا، نقارنو أن المنزل واحد عيستهلك طاقة أكبر وعيدفع أكثر كلفة أكثر من المنزل اثنان. إذا نكتب بالنسبة جواب المنزل واحد والذي سيدفع أكثر تكلفة، المنزل واحد هو الذي سيدفع أكثر تكلفة، سيدفع أكثر تكلفة. إذا المنزل، إذا واحد هو الذي سيدفع أكثر تكلفة، وشفنا الثمن أن 13.25، وفي المنزل جوج 2.014. إذا نعمل لكم فاصلة بالنسبة ديال باسم شي هادي، إذا 2.0، إذا 2.0، إذا المنزل واحد هو الذي سيدفع أكثر من المنزل جوج، لأن هنا لقينا 13.25 وهنا لقينا 2.014. ننتقل إلى السؤال الرابع، أتمم جدول التالي لكي يتحقق التوازن في كل حالة. إذا باش يكون التوازن خاص الكتلة، إذا مثلا عندنا واحد الجسم يقع بين مثلا جسمين، باش يكون التوازن بين هاد الجسمين خاص المسافة ديال، إذا مقطوعة ما بين المركز ديال هاد الجسم والكتلة ديالو، يعني حاصل الضرب ديال المسافة المقطوعة ما بين المركز وهاد الجسم في الكتلة يساوي حاصل الضرب ما بين الكتلة اللي كاينة هنايا والمسافة اللي ما بين المركز وهاد، إذا هاد الكتلة أو هاد الجسم. إذا عندنا هنا بالنسبة عندنا 40 غرام، وعندنا الكتلة إم بي 20 غرام، والمسافة أو أ كتساوي 4 سنتيمتر. إذا نحسبو حاصل إم أف أو أ، إذا حاصل إم أف أو أ غنضربو 4 في 40 غتعطينا 160. إذا هنا غيكون عندنا 160. إذا بالنسبة باش نحصل على المسافة، المسافة أو بي، إذا عندنا المسافة أو بي باش نحصلو عليها خاص من عند ضرب المسافة أو بي في الكتلة إم بي، يعني في 20 غتعطيني نفس الحاجة 160. إذا شو العدد اللي غنضربو في 20 ونحصل على 160؟ هو 8. إذا هنا أشنو غيكون عندنا؟ إذا هنا غتكون عندنا 8، 8 في 20 160، و 4 في 40 هنا غيكون عندنا كذلك 100 160، باش يكون هناك توازن خاص هاد المسافة كما قلت لكم هنايا، هاد المسافة هنا المركز مع هاد المسافة أ أو أ كي كضربناه في الكتلة ديال هاد الجسم اللي كاين هنا كيساوي المسافة اللي كاين هنا بحاصل الكتلة ديال هاد الجسم كاين هنا، باش يكون هناك توازن. نشوف توازن جوج، عندنا الأو أ وعندنا أو بي وعندنا إم بي، إذا نبداو اللي عندنا متوفرة هي أو بي في إم بي، إذا 5 في 10 شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لينا 50. إذا غنزلو هنايا 50. إذا بالنسبة باش يكون توازن، إذا هنا حسبنا إم بي في أو بي على 50، إذا باش يكون توازن قص إم أف أو أ تكون 50، إذا 25 فاش غنضربوها باش نحصلو على 50؟ غنضربوها هنا غتكون عندي 2 غرام، إذا غنكون هنايا عندنا 2 غرام، نعم. إذا غيكون عندنا 2 غرام. إذا بالنسبة نفس النتيجة، يعني خاص يكون إم أف أو أ ضربناها، إذا إم أ 25 في 2 غتكون عندنا كتساوي 50، إذا باش يكون عندنا هناك توازن. إذا سالينا السؤال، إذا هنا غيكون عندنا 50. إذا نمشيو دابا السؤال الخامس، الترجمة. إذا ترجمة الكلمات، عندنا بوان دو ريزيستانس، الترجمة ديالها شناهي؟ هي نقطة المقاومة، إذا نقطة المقاومة، نقطة المقاومة، نقطة المقاومة. إذا بالنسبة هنا عندنا نقطة المقاومة، بالنسبة الكماشة وبالنسبة لترجمة كماشة هي pants. إذا سالينا هاد الامتحان، إذا عندنا هنا pants وعندنا نقطة المقاومة point de resistance، إذا سالينا التصحيح ديال هاد النموذج. أتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.